السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. بقالنا كده حبه كتير قوي قوي ما تقابلناش من ساعه رمضان، والاجازه بتاعتنا ايه طولت حبتين، رحنا كده بعد مجهود رمضان. وفرحانه ان انا بقابل حضراتكم تاني، وربنا يسعد حياتكم ويرضيكم زي ما انتوا بتسعدوني. ومتشكره جدا جدا على كم التليفونات اللي جات، اللي بيسالوا وبيستفسروا انتوا ايه اتاخرتوا ليه، بنت البلد هيرجع امتى. فادينا رجعنا اهو، ويا رب ان شاء الله ما يحرمني منكم ابدا ابدا. والفقره دي واليوم ده لان انتوا وحشني قوي قوي، فقعدت افكر مع زمايلي في الاعداد، طب انا الناس وحشني، طيب عايز اكلمهم او، فقلنا نعمل ايه؟ قلنا نتصل بصديقه عزيزه جدا على قلوبنا كلنا، ووجودها الحقيقه بيخلي التليفونات لا تنقطع. فقلت دي فرصه نستغلها وتبقى معانا علشان جمهورها وجمهورنا الحبيب يتصلوا، فاسمع صوتكم بقى ونتكلم ويا رب ان شاء الله الفقره تعجبكم. معايا الجميله الراقيه اللي مش عارفه عامله سحر للناس ولا ايه، الناس كلها بتحبها وبتستنى فقرتها، امل يوسف مفسره الاحلام. يا اموله ازيك؟ والله انا مش عارفه اقول ايه بعد المقدمه الجميله دي. ده حقك، وانا يعني قلت ايه اتمحك فيكي كده يا حبيبتي، لان في وجودك التليفونات بتبقى بتهنج من كتر اتصالات الناس. انا اللي ببقى مبسوطه وانا طالعه معاكم والله، وعارفه ان انا متشافه لاني طالعه معاكم. رب لا ده هنفضل، لا احنا قلنا في الاول احنا بنبقى مبسوطين ان انت موجوده معانا، وشكرا لوجودك. انا عارفه الجو حر جدا جدا، المفروض تبقي قاعده دلوقتي في بيتكم كده بتشربي عصير ليمون، واحنا معلش يعني، بس انت جمهوري بيحبك، انت جايه كمان لجمهورك خلي بالك. وانا بحبكم كلكم والله، ربنا يسعدك. طيب احنا دلوقتي اهو بقول من دلوقتي هنحط التليفونات علشان اللي الفقره زمانها محدود للاسف، ففي ناس بتزعل مني جدا جدا انهم ما بيلحقوش، فهو الحقوا بقى امال لحد ما اخواتنا يكلمونا ولحد ما نحط ارقام التليفونات. في كده احلام مش عايزه اقول كوابيس يعني، بس بتصحي مخلوقه منها، لان والعياذ بالله بنحلم بجن مثلا، بنحلم بشياطين. هل الواحد لو شاف شيطان او شاف جن ده يبقى له دلاله سيئه في حياته انه هيحصل حاجه الحقيقة، او انه ممكن يبقى مثلا محسود او مسحور؟ الحقيقه لا، انا بالنسبه لي تفسيراتي مختلفه. الجن له تفسيرات كتير، انا هديكي حاجه واحده هتستغربي منها جدا. الجن يعني حاله من الجنون او التوتر، واحيانا تقول لك لا انا عندي جن في بطني يعني حامل جنين. شوفي بقى، يعني بقول لك عديكي حاجه كده هتستغربيها يعني. فاحيانا كلمه جن مش جن اللي هو الجن السحر، لا يعني حاله من التوتر، حاله من الجنان اللي حاصله في الحياه، ما لهاش دعوه بالجن بذات نفسه. اوكي، لان العقل وانت نايمه بيشتغل على حاجات زي يعني بياخد حرف او بياخد كلمه بس هو بيشكلها، بياخد كم حرف، سبحان الله، يعني ده علم تاني على فكره، سبحان الله، مش هدخل فيه دلوقتي. لكن هو العقل بيعمل تطابق وتجانس للكلمه وبيوديها في حته تانية. فالجن لا، ولا السحر، السحر برضو حاله من التوتر. فانا بالنسبه لي الرؤيه ليها دلالات اخرى غير اللي الناس بتفتكرها. اما بالنسبه انك انت مثلا تقومي عندك كركبه في الحلم وشيطان ومش شيطان، فده دلاله على امر سيء، ممكن عندك الصحه فيها مشكله. وممكن فعلا انت متوتره لان في امور حواليكي بتحصل مش مريحاكي. تمام، بس طبعا حسب الرمز موديكي فين وجايبك منين بنقدر نفهم اكتر. يعني كل حاله مختصه بنفسها، يعني ما اقدرش اقول لك بشكل عام الجن، لان لا، ممكن دلالاتها عندي، ولو اتحكى لك مثلا حلم فيه دلالات معينه انت تجمعي الرموز دي. ده انا رمز واحد بيغير لي تفسير كل رمز واحد بيبقى موجود وداني حته تانية خالص، وده اللي الناس للاسف بتستهين بيه. طب ده احنا هقول التليفونات ابتدت عشان ما اتاخرش. اهو علاء. يا علاء من المنيا. يا استاذ علاء ازيك؟ الله يخليك يا فندم، كل سنه طيبين. وحضرتك طيب، اهلا وسهلا معاك الجميلة. أنا عندي رؤية بس عايز أستفسرها. اتفضل يا فندم. الأستاذة أمل مع حضرتك. اتفضل. أنا لسه يعني متجوز جديد يا فندم، فحلمت يعني بابن، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني وكان يعني شعره طويل وشبه ابن أختي، بس يعني هو أحلم شوية يعني. ابنك أنت؟ أنا حلمت يا فندم من يعني اللي مرت ولدت لي ابن، بس كان شعره طويل وكان يعني أبيض يعني كويس كده. أبيض وحلو كده. أنت متجوز يعني. بس عندك أولاد؟
لا لسه يا فندم، انا لسه عريس جديد. لسه اسم الله الف بركه. بتزغرت لك اهو يا حبيبي. وممكن بس تشيلي امل الشعر من على المايك؟ ايوه. بص، ده رزق قادم ليك، ممكن فعلا على ما رؤية تعالي وربنا يرزقك بولد، بس انا بقول لك لا، ده رزق قادم مادي، ممكن وظيفة جديدة، ممكن هتشتري عقار، ممكن في حاجة هتكون ربنا هيرزقك فيها من واسع، خصوصا ان شعره طويل. دلالة الشعر هنا ان هو حالته الصحية طيبة يا رب، وحالته المادية طيبة، فده ممكن يكون وظيفة او يا رب مبلغ او عقار. اطمن اهو، ظهرتنا لك اهو. الف مبروك ليك ولعروستك الحلوه. حلو جدا جدا، مع والحلم حلو جدا اهو. امل بتقول معانا مين تاني؟ اميره. يا اميره ازيك، واطي التلفزيون. اتفضلي. ازيك يا استاذه نشوى، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، بس واطي التلفزيون. تمام. اتفضلي. بقول كنت عندي حلم عايزه تفكير. معاكي الاستاذه امل، اتفضلي. ازيك يا استاذه امل، عامله ايه؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا معايا مرات اخويا حامل. مرات اخوكي حامل؟ تمام. اتفضلي. ووالدتي حلمت ان هي عندها عنب في الثلاجه، ووالدي بيقول لها اديهم، ادي تدي مرات اخويا، بس في اثنين تاني معانا، مراتات اخواتي الاثنين التانيين معاها في البيت، بس هما مخلفين. وهي تاني مره ليها، فالاثنين التانيين معاهم ولاد، عندها هي معاهم ولاد، وهي معاها بنت. هي مرات اخوها الحامل معاها بنت، وده حملها التاني. اتفضلي. تمام. فوالدي جايب عنب، فبيقول لها اديها، ادي فلانه دي من العنب. تمام. فهي بتقول له اشمعنى هي وهم لا؟ راح قال لها لا، ما هي هم معاهم، هي لا مش معاها. تمام. بس والحلم خلص على كده. في ايه في الثلاجة؟ اول الحلم قلتي في عنب. تمام. كان في عنب في الثلاجة، عنب. تمام. تمام. طيب ومراتات اخواتها عندهم اولاد ولا بنات؟ عندهم معاهم صبيان، واحدة معاها ولد والتانية معاها ولدين، وهي الحامل دي معاها بنتي بس. يعني التانيين واحده معاها ولد واحده معاها ولدين، والحامل معاها بنت اساسا، وحامل بقى للمره الثانيه. ايوه. ما فهمتش الحلم كويس. هو حلم حلمت ان كان البنت الحامل دي عندها في الثلاجه عنب، ف والده البنت ممكن هتخلف كمان بنت ثانيه. بنت؟ انا مش عارفه، مش قادره يعني، بس هو كلمه عنب نفسها ولد، عرفتي؟ فانا مش قادره ما لقطتش. بس خير، هو رزق. رزق، هو رزق في كل الاحوال، الحلم دلالته خير وفي رزق. هو رزق. معانا مين من اسكندريه بقى الجميله؟ اسماء. يا اسماء اهلا اهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي يا حلوه. انا حلمت ان انا بنام فوق بيت اخويا، هو بيتبات بره، فانا بنام فوق. لا فسروا الصوت، اتكلمي بصوت واضح والنبي. انت حلمتي ان انت بتنام في اوضه اخويا. انا بنام في اوضه اخويا. انت اساسا بتنامي في اوضه اخوكي؟ تمام. اتفضلي. ففي في وش السرير مرايه صغيره متعلقه في الحيطه. تمام. فانا حلمت ان انا قايمه من على السرير ببص في المرايه دي، لقيت قطه بتتحرك جوه المرايه. تمام. فهي بتعوج دماغها وعايزه تطلع من المرايه، عايزه تطلع لي. تمام. فانا قعدت اصرخ، اختي الكبيره اللي جايه من الصاله حضنتني وعماله تطبطب عليا. اول ما القطه شافتها زي ما يكون المرايه حجزتها، اللي مش عارفه تطلع من المرايه. ايوه. اول ما اختي جت، ايوه، عماله القطه تخبط بايديها على المرايه كده عشان تطلع، هي مش عارفه تطلع. لونها ايه؟ لونها ايه القطه؟ ابيض فاسمر، بس الاسمر كتير شويه. طيب، هو ده تحت بند كابوس ممكن. يعني مش قادره اقول لك غير ان ممكن يكون في امراه او في بنت انت مش حباها كتير في العيله، ممكن تكون من صحبات اخواتك، ممكن تكون يعني من العيله. أيوة. انت مش حابه انك انت تختلطي بيها، لان المراه يعني امراه، وجاء معاها رمز القطه، فدلاله على امراه هي مش كتير حابه تختلطي بيها. بس هتاذيها ولا هي؟ لا لا لا، ما طلعتش. ما طلعتش. لا ما طلعتش خلاص. طيب. ما طلعتش ان شاء الله خير يا حبيبتي، ما تقلقيش. معانا شيماء من اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا مبسوطه جدا، خلاص ان رجعت البرنامج دلوقتي. الله يسعدك، احنا مبسوطين وانا مبسوطه قوي والله ان انا بسمع صوتكم يا حبايبي. ربنا يخليك. انا في ثلاث احلام كنت محتاجه اعرف تفسيرهم ضروري، لان دول بتواصلوا معايا على طول. طيب بس ممكن بسرعه؟
ماشي حاضر. فضل. اول حاجه انا دايما بحلم بشبح اسود بيحاول ان هو يخنقني ويمسكني من 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 رقبتي وبيحاول ان هو يخنقني. تاني حاجه بحلم بطفل صغير ولد دايما بياخدني على السوبر ماركت وبشتري الحلويات. انت اللي بتاخديه ولا هو اللي بياخدك؟ هو لا الطفل هو اللي بياخدني. تشتغلي؟ عندي كان محل ملابس وهقفله قريب. ايه عندها محل ملابس بس هتقفله قريب؟ اوكي تمام. ما تقفليهوش ليه؟ ما يمكن ربنا يبعت لك رزق خير. ملابس اطفال حاصل مشاكل كتير. لا مش اطفال حريمي. تمام أوكي. تمام. اخر حاجه بقى ان انا مخطوبه وحاليا خطيبي حلمت ان انا في عريس جالي غير خطيبي. عريس جالي غير خطيبي. حلو. وان هم كلهم موافقين عليه وانا ببص للعريس ده بس انا كنت عايزه خطيبي في الحلم. يعني ما خطبتيهوش على الخطوبه؟ لا لا هو خطيبك متغير الفتره دي؟ لا هو خطيبي كويس جدا بس هو في مشاكل حاصله في البيت. متغير في هو مشاكل. متغير تمام. في حاجه ان حد تاني غير خطيبها هو يعني متغير شخصيه تانية. هي بتقول لك خطيبي كويس بس في مشاكل كتير. يمكن هيتغير الفتره دي بسبب المشاكل. يا نهار ابيض. بس ممكن ما يكونش للأسوأ يعني بس هتتاثر علاقتهم. بصي هقول لك الحلم الاولاني الشبح ده قد يكون حاله نفسيه. اوكي او حاله عصبيه او عندك مشكله في المعده فانت حاسه بخنقه على طول. بس هو لونه اسود. هو لونه اسود. انا مش عايزه اقول اكتر يعني. طب في حاجات انا مش عايزه اقولها. ما تقوليش. تمام. الثاني ان الطفل بياخدها على سوبر ماركت. ممكن يكون ده خطيبها اللي هي مبسوطه معاه. احيانا عمر الطفل ده عمر العلاقه اللي بينهم. ان هي بتبقى بتلاقي نفسها مبسوطه معاه او الرزق الشغل بتاعها احيانا بيجيب لها رزق. طب في المجمل يعني حلم دلالاته ان شاء الله خير ولا تحذر من حاجه ولا تتصدق مثلا عشان لو حتى خطيبها تغير تثبت. طيب. لان المشاكل ممكن تاثر عليهم فتثبت ما تحاولش انها تضغط عليه اكتر. طيب يعني دي النصيحه اللي اقدر اقولها لها. خليكي بس الطيبه كده مع خطيبك وتحملي واحتملي. احتملي وربنا ييسرك. معانا ام محمد من الدقهليه. يا ست ام محمد اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حلوه. ازيك؟ الله يسلمك. بقول لك انا دايما على طول بحلم حلم بيتكرر يعني بيتكرر. استاذه امل معاكي. وهي ان اسناني ودروسي الالعاب بتتكسر. تمام. دروسك اللي بتتكسر دي بتقع في ايدك بيحصل ايه مواقف؟ اديني اكتر. بمسكها في ايديا كده بتقع في ايدي وبمسكها في ايديا. كل مره بتقع في ايدك؟ كل مرة بتقع في ايدك ما بتقعش بره؟ كل مرة بتقع في ايدي واحيانا بلاقي ان السنة بتدوب خالص يعني بتتفرفت خالص. انت متجوزة؟ متجوزة يا حبيبتي؟ ايوه اكيد. ام محمد بصي هتلاقي نفسك كل مرة بتحلمي الحلم ده يا اما في مشكلة حاصلة في البيت او اذا كنت بتشتغلي بس انا بقول لا في البيت اكتر. وان السنان بتقع في الايد يعني الامر محمول يعني بترجعي تاني بتصلحيه او عشان الولاد او الدنيا بترجع تتلم تاني. تمام. بس انت كل مرة بيحصل فيها مشكلة ممكن تكون مادية على فكرة مش شرط مشكلة بينها وبين جوزها. ايوه. فانت بتعرفي تلمي الموضوع وبتعرفي ترجعي تاني تصلحي الامور. خير. السن اللي بينبرى ده لازم يعني ايه يقللوا شوية الاحتكاكات لان ما بترجعش الامور زي ما كانت كل مرة. ربنا يهديلك الامور يا ام محمد يا رب. معانا غادة من الجيزة. ندى من الجيزة. ندى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه حبيبتي. اهلا وسهلا. ايوه حبيبة قلبي. انت اللي حبيبتي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خفة الدنيا كلها يا قمر. يا حبيبتي ربنا يخليك. معاكي الاستاذة امل لو عندك اي. طب يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. طب يا حبيبتي السلام عليكم. يا استاذه امل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحتي انا حلمت انا والدتي ميته ست كبيره الله يرحمها وبعدين ابني شاب مات. لا اله الا الله. وبعدين لقيت والدتي اول امبارح جايه بتقول لي يا بنتي انا سرقت رحمه على ولدك. هو سرقت رحمه على ولدك. هو ولدك توفى يا حبيبتي؟ توفى. الله يرحمه. الله يرحمه. قد ايه؟ فبتقول لي انا سرقت رحمه على ابنك خليك انت في حالك وشوفي نفسك. تمام. ابنك امتى توفى وكان عنده كام سنه؟ ليه 3 سنين 19 سنه. الله يرحمه يغفر له ويعينك. يا رب.
يا رب يا حبيبي. بصي اول حاجه لما بنحلم حاجه زي كده بنطلع صدقه على روح المتوفي ان كان والدتك او ابنك، وده دلاله على خير جاي، يعني هو ايه خير جاي. ما اعرفش بقى يمكن يكون عندك انت طلعتي على ابنك، ممكن هي تكون طلعت على ابنها، ممكن يكون جالها رزق فطلعت على روح الولد. طب الام والدتها بتقولها انا طلعت اوريدي. ما هي والدتها دي يعني الامان، وامها متوفيه، فالامان، ممكن جوزها، ممكن بنتها الكبيره، ممكن اخت كبيره عندها، تمام، ممكن يبقى ابنها محتاج صدقه. ما انا قلت اول حاجه احنا بنطلع اول حاجه اول ما بيجي لنا بنعمل كده صدقه على روح ابنك يا حبيبتي، طلعي اي حاجه صدقه على روح ابنك. هو ده اللي انا قلته في الاول، احنا دايما بنعمله صدقه بنيه الترحم على المتوفي، بس بنشوف يمكن يكون في حد محتاج حاجه برضو. ايوه، حد من خير. عيالها التانيين محتاج حاجه، هيجي له مساعده، هيجي له حاجه خير لحد من اولادها التانيين. ربنا يرزقه الخير ويرحم والدتك ويرحم ابنك يا حبيبتي ويصبرك ويصبرها. معانا زينه من المنيا، من المنيا. زينه اتفضلي بس وطي التلفزيون. الو، اتفضلي يا حبيبتي بس وطي التلفزيون من فضلك. الو الو يا حبيبتي، السلام عليكم، وطي التلفزيون حضرتك. اتفضلي. انا كان في زعل بيني وبين جوزي، وشفت رؤية ان هو جايب لي شقة بيقول لي اقعدي في الشقة دي، ففيها حفرة فيها مية، تمام، والحفره دي يا حضرتك فانا بقول له طب الاولاد ممكن يقعوا فيها، قال لي لا ما تخافيش. فاخته راحت جابت زي بلاعه كده وراحت عاملاها على الحفره عشان العيال ما يقعوش. ايوه، فانا عايزه اعرف ايه تفسير الحلم ده، بس انا اصلا حاليا زعلانه، يعني قاعده في زعل حوالي سنه كده، قاعده في بيت ابوها. في مشاكل ماديه بينك وبين لا ده هي قاعده في بيت ابوها بقى لها سنه. ايوه في مشاكل مادية بينك وبين جوزك؟ هو عليه دين، عليه حاجة؟ لا لا لا. متأكدة؟ لا، بس أنا أصلا باخد من النفقة من البنك عشان مصاريف الأولاد. هي بتاخد نفقة منه عن طريق البنك عشان مصاريف عيالها. بصي يا حبيبتي، المية اللي حطها لك في الشقة أو الحفرة دي اللي حطها لك في الشقة، هل هو أنت منفصلة عنه ولا بس زعلانة؟ لا زعلانة. زعلانة بس بقالك سنة عند والدك؟ طولت المده كده. ايوه. طب ليه بقى ما نحاول طالما في ولاد نفك الدنيا بس شويه كده دي؟ ها؟ طب انا حاولت ومفيش فايده. حماتي يعني ضربتني ومشاكل كتيره. والمشكله ان هو ماشي يعني كلامها هو اللي بيسمعه. احنا مش عايزين نحولها فقره اجتماعيه، بس معلش بصي يا حبيبتي، هو جوزك طيب معاكي وحماتك بتضايقك مثلا، صح؟ طب طالما هو طيب علشان خاطر عيونه استحمل حماتي وليا الثواب والاجر، عشان ولادي ما يفضلوش متشحططين بره بيتهم. ما انا عملت كتير، انا عملت كتير قوي. لو حاول عند ربنا كله، لو حاول يصالحك ما تحجريش دماغك. بصي يا حبيبتي هقول لك بس النصيحه في الرؤيه دي، في حد هيحاول يمنع عنك الخير اللي جوزك بيحاول انه يوصله لك، فانتي خليكي اذكى، اوكي؟ ولو الشقه اللي جايبها لك جوزك كبيره معنى كده ان هو حياته هتبقى مريحه، ومالكيش دعوه انت بالستات اللي حواليه، ايا ما كانت المراه اللي حواليه. هي شافت اخته بتحاول تغطي البلاعه دي او الحفره دي عشان العيال ما يقعوش فيها، يعني اخته بتساعد. ده الظاهر. اوكي، فواضح ان هو كمان بيساعد اهله، تمام. فهي بس المفروض انها ترجع بيتها لو كانت الشقه اللي جايبها لها اوسع من بيتها او واسعه، هي ما تتاثرش وترجع وتحافظ وتحاجي على بيتها، لان في طالما ظهرت اخته في الحلم يعني في تدخلات خارجيه. ربنا يهديها. فخليكي ذكيه وما تديش فرصه لحد ان هو يمنع عنك الخير، لان الولاد اللي هيقعوا في الميه دول ممكن يكون تفسيرها عكسي، ان في خير وهي بتمنعه. ربنا يهدي الاحوال يا حبيبتي ويهدي لكم الدنيا يعني، ولو جوزك سمعنا ربنا يهديك ولم ولادك ومراتك ووزن الامور يعني. معانا محمد من القليوبيه. محمد يا استاذ محمد، يا استاذ محمد مش موجود.
معانا منى من الشرقيه. يا منى ازيك يا استاذه ناشف؟ يا اهلا يا حلوه، منوره الشاشه. ده انت اللي منوره الدنيا والله. الله يسعد قلبك يا حبيبتي ويرضيكي. اللهم امين يا رب، اللهم امين. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، طول ما انتم موجودين كده بخير انا بخير الحمد لله. خلي جمال ضحكتك. يا ربنا يسعد قلبك ويرضيك يا منى يا رب. اتفضلي. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك انا كان عندي حلم معاكي الاستاذه امل. اتفضلي. حلم من كام يوم. اتفضلي. انا متجوزه تمام، وكان انا حلمت ان انا في الشقه بتاعتي في تعبان كبير اسود، كل ما ادخل مكان بيدخل ورايا. فبعدين طلعت حضرتك. اتفضلي اتفضلي كملي. طلعت انا في البلكونه بتاعتي، فلقيت فطلع راسه هو من البلكونه، فانا جيت ماسكاه وقطعها. كويس. قطعت راسه. كويس. فجيت ماسكه الراس وحطها في ميه. فانا مش عارفه، فانا بقى انا متجوزه وان شاء الله انا حامل يعني. الله اكبر. الف بركه، ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا حبيبتي انت وجوزك يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم بقى لك قد ايه متجوزه يا منى؟ انا بقى لي كده زي 6 شهور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طيب منى انا هسالك سؤال واحد، انت في مشكله حصلت مع حد وانهيت التعامل معاهم اه ولا لا؟ ايوه. بس خلاص تمام من غير تفاصيل. تمام يا حبيبتي تمام، هي انتهت المشكله وما تخافيش. وهي قطعت راس التعبان الاسود ده، كان حد عايز يأذيها بقى؟ مش شرط، بس يعني حاجه هي تفهمها. ربنا كريم ربنا كريم، ربنا يرزقك الخير كله يا حلوه يا عروسه يا جميله، ويشرفنا كده النونو بصحه وبسلامه ويفرحك وما تخافيش ابدا، وطلعي برضو صداقات عشان ربنا يكرمك وربنا يسعد حياتك يا حبيبتي. يبقى معانا مين؟ معانا هند من البحيره. يا هند اهلا. اهلا اهلا يا حلوه. ينورك. ازيك يا جميله؟ اتفضلي. بصي انا عندي حلمين. اتفضلي بس بسرعه. اول حلم ماما بتشتري كرومبه خضراء من السوق، بس خضراء جامد صغيره. حلو. تاني حلم انا منفصله، حلمت ان انا رجعت بيتي بس بلبس شبشب في رجلي، فرده كبيره وفرده صغيره. تمام معاكي امل اهي. مامتك لما اشترت الكرومب الاخضر ده كان قبل ما تسيبي بيتك ولا بعد؟ لا بعد. هل انكشف لك امور مؤخرا؟ حصل في مشكله واتكشفت لك امور؟ لا انا بقالي يعني فتره طويله عند اهلي ولسه منفصله قريب. انكشف لك امور؟ في حاجه انكشفت لك؟ انكشفتي انا ولا انكشفت لمامتي؟ ليكي او لمامتك؟ ايوه انا في حاجات انكشفت لي. انكشفت لك صحيح؟ اه يا حبيبتي. وسببت لك ضرر؟ لا مش تبعي خالص، هو انكشف لي حاجات تبع جوزي بس مش يمتي انا. انكشف لها حاجات تبع تخص جوزها؟ تخص جوزك وسببت لك انت ضرر نفسي او سببت لك ضرر. صح؟ ايوه. تمام. والحلم الثاني ايه؟ انها رجعت شقتها بس لابسه شبشب، فرده كبيره وفرده صغيره. طيب انا عندي سؤال، انت عندك اولاد؟ عندي ولدين. ربنا يبارك فيهم. طيب انا هسالك سؤالين، معلش ما تقفلوش عشان اسالها. انت جوزك اكبر منك بكتير؟ لا حوالي 6-7 سنين. تمام. والسؤال الثاني، انت عندك اي مشكله في رجليكي؟ تمام. يعني نعم بتوجعني. طيب حاولي انك انت تحلي المشكله دي، ويمكن يكون عودتك للشقه دي بشرى ان ممكن هترجعوا لبعض انت وجوزك، ممكن برغم عدم التوافق اللي بينكم، ان واحده كبيره وواحده صغيره ففي بينكم يعني شويه اختلافات، لكن ده قد يكون بشرى لك برجوعك لبيتك لانك بتقولي رجعت البيت. يا رب يا رب ان شاء الله ترجعي وامورك كله باذن الله والامور كلها تبقى حلوه. امل انا متضايقه، اولا بعتذر بس انا قايله من الاول التليفونات الكتيره اللي عايزين يكلموا امل، الفقره للاسف خلصت، وانا يعني انا مش عارفه اشكرك ازاي حبيبتي، وجودك كده زي ما بيقولوا ايه في قدومك الخير دايما دايما يا حبيبتي. انا اللي ببقى سعيده والله وانا طالعه معاك. الله يسعد قلبك يا امل. الله يسعد قلبك يا حبيبتي. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبك.
الفقرة دي وحشتني بقى صراحة، والبركة بتاعت الفقرة دي وحشتني، والحقيقة أكيد وحشت حضراتكم الفقرة الطيبة، الفقرة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولسنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني برضو وحشنا مولانا وأستاذنا الداعية الإسلامي مصطفى العكريشي، شرفتنا وأنستنا كل لحظة حضرتك طيبة، وحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك وعودة حميدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يديم طلتك. الله يكرمك. الله يكرم حضرتك. حضراتكم عودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جعل للمنفقين ودا وأحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، زكى نفوسهم فجعلهم من أهل السعادة وصفاها ونقاها وملأها ودادة، ثم أفاض عليهم من عطاياه فجعلهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والريادة. زد في الصلاة على النبي، زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيبي، يا كل رجل يشاهدنا يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو شفاعة زد في الصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله، صلى الله على حضرته. مولانا أنا عادة بستنى من حضرتك تبتدي الفقرة، بس الحقيقة الموضوع اللي في الاسكريبت أنا حابة برضو أتكلم فيه، لأنه موضوع يخصنا كلنا. فكرة إن في البعض مننا تصيبه بعض الابتلاءات. حلو. ففي منا اللي بيقول سمعا وطاعة. جميل. وده قدر الله. حلو. وفي يعني النفس البشرية كده غصبا عن الواحد يعني على استحياء يقول لربنا يا رب اشمعنى أنا؟ يعني ليه اللي حواليا ما عندهمش وأنا الوحيد اللي مبتلى، وساعات الابتلاءات بتبقى كبيرة. طيب. حلو كده؟ اه. طب هبدأ بسؤال برضو. اتفضل. الفرق بين البلاء والابتلاء؟ الابتلاء بيخص يعني يعني يخص الشخص المبتلى، لكن البلاء ممكن يبقى فيه عموم اكتر، يعني بلاء يصيب العامة او عموم الناس فهو بلاء، الابتلاء ليه خصوصية. طيب هو البلاء نفسه هو المرض؟ البلاء مرض؟ البلاء نفسه هو المرض او المصيبة اللي بتنزل عليك فيها بلاء. ده مش حلو. البلاء نفسه مش حلو. انما الابتلاء حلو. الابتلاء حلو. ليه كلنا واخدين فكرة ان الابتلاء بيبقى بالشر؟ ده في ابتلاء بالخير. لا، في ناس بتحصل لها ابتلاءات مثلا في في في, في الولد. ده اسمه ايه بقى؟ بلاء. بلاء. بلاء والعياذ بالله. انما الابتلاء ممكن يكون في الخير. مش كلام. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بالاتنين بصوا في زم. تعالى ما نروح أنا وأنت لسورة الفجر اللي كلنا حافظينها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول فأكرمه رب فأكرمه ونعامه. ده اسمه إيه بقى؟ ابتلاء. أهو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعامه فيقول ربي أكرمن. طب وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانن. الكلام اللي كنت حضرتك بتقوليه في المقدمه. في بعض الناس بتتذمر كده من عطاء الله سبحانه وتعالى لبعض الناس ويقول لك اشمعنى. لا، دي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، لا، رب العالمين سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. دي بقى الاختبارات. يبقى البلاء نفسه شر وحش، انما الابتلاء قد يكون خير. جميل. ممكن يكون بالخير وممكن يكون بالشر. يبقى اذا انا اعوذ بالله سبحانه وتعالى من البلاء. اللهم امين. في كل الاحوال ان لازم انا في اختبار دايم، انا في اختبارات دائمه، اخرج من اختبار. شوف، طول ما انت عايش في الدنيا ديت انت في اختبار لحد ما يجي لك بقى الحساب. طيب، يعني بعد كده اللي اصابه البلاء حلو، ما هو برضه في نفس الوضع ممكن يبقى اصابه هو ما اصابش غيره، فبرضه ممكن يعني هو انا هتقلى على الله؟ لا، حاشا لله. انا هتقلى على الله؟ هو انا هحاكم ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشا لله. اقول له هو انت اشمعنى؟ لا، مش اشمعنى، لعله خير اللي جالك ده. والله انا كنت جالس امبارح في جلسه طيبه مباركه بنزور ام واحد صاحبي شفاها الله وعافاها وشفى والدها اللهم امين. وهي قاعده كده يعني قاعده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تقول ده انا في نعيم يا اولاد، انا في نعيم يا اولادي، انا فرحانه جدا. شوفي حتى البلاء اللي عندها لا هي فرحانه. طيب. بتقول والله انا فرحانه جدا. ماشي. جدا جدا. قد الانسان يحتمل البلاء اللي بيصيبه. حلو. لكن لا يحتمل البلاء في احد من اولاده. ما هو اللي تعبان مش هو اللي تعبان.
ده اللي حواليه هم اللي تعبانين. ايوه لا والضنا. اه ما انا بقول لحضرتك اهو والضنا جدا. طب نقول ايه للي عنده بلاء في 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 ضناء وده اعز؟ اقول له اصبر، اصبر بفضل الله عز وجل، اصبر على ذلك، اصبر وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وامزج كل ده بالعمل الصالح، الدعاء والعمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يعني عنده عقيدة وعنده إيمان ويقين في الله سبحانه وتعالى إن ربنا هيشفي لي ابني. والله لا يشفيه، والله لا يشفيه، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بس إمتى؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك، بتاعته هو، هو اللي عارف سبحانه وتعالى هيشفيه إمتى، هيمن عليه بالشفاء إمتى. أنت اللي عليك تعمل، أدي ما عليك ولا عليك، اعمل عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الفيصل العمل الصالح اللي يخفف البلاء. ايوه ويثبت النفس عند الابتلاء. الله ينور على حضرتك. عشان كده نلاقي مين بقى؟ سيدنا الامام علي. وقلنا الكلام ده قبل كده في الفقره بتاعت حضرتك الجميله، قلنا ان سيدنا الامام علي بيقول لك ايه بقى؟ اذا فعل احدكم معروفا خلق الله من هذا المعروف لطفا، فاذا حدثت له مصيبه جرى ذلك اللطف على المصيبه فصدها او خففها عنه. شوف الكلام الحلو الجميل بقى، فصدها او خففها عنه. هو ده الصبر الجميل، هو ده الحاجه الحلوه، عمل الصالح انت بتعمله ربنا بيخلق لك منه معروف. سبحان الله. وده بياخدنا المنحة جميل جدا في الاختبار برضه، هي العباده مطلوبه على الاكثر في المسجد ولا بره المسجد؟ والله في الاثنين، بس اعتقد بره المسجد اكتر، لانها بتخص برضو فيها عموم اكتر. لكن جوه المسجد انا اللي بسجد وانا اللي بقترب، يخصني انا، ونتاج السجود والاقتراب من الله هيخصني انا. الله يبارك لحضرتك. جميل جدا جدا جدا. العباده المطلوبه على الاكثر بره المسجد، جايبها منين؟ من سوره الجمعه، والنهارده الجمعه. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. تروح فين؟ المسجد على طول. وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم. طب يجي بعدها يقول لك ايه بقى؟ فاذا قضيت الصلاه، فاذا قضيت الصلاه، الصلاه خلصت، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فيها ذكر برضه. ذكر ايه بقى؟ استنى استنى، ايه؟ كثيرا. يبقى العباده مطلوبه اكثر فين؟ بره، بره المسجد. واذكروا الله كثيرا، نحط تحتها 4000 خط. في الاول قال لك فاسعوا الى ذكر الله، انما ما خرجت بره المسجد لا، قال لك لا، واذكروا الله كثيرا، زيد في الذكر. الله ينور على حضرتك. وزي ما قلنا قبل كده للساده المشاهدين ان الذكر سبعه انحاء، كل عضو في الجسد وله ذكر. فذكر اللسان الثناء، كثرة الحمد لله سبحانه وتعالى، وذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. يبقى عبادتي بره المسجد أولى وأكثر من عبادتي جوه المسجد. طيب ليه بقى؟ عشان التحدي بيبقى أعظم بره المسجد مش جوه المسجد. طيب حسنا، حاجة نشوف تقرير. اتفضل. وقد إن شاء الله يكون تفسيرات الكلام اللي حضرتك قلته موجودة كمان في التقرير اللي هنشوفه دلوقتي. فضل. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. في وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة كان موعد المتبرعين مع زراعة المرحلة السابعة في سهل قروين بالفرفرة. الحمد لله رب العالمين، سعادة لا أقدر أن أصفها لحضراتكم لزراعة في المرحلة السابعة من وقف النخيل الخيري. أنا أدعو الله تبارك وتعالى لقضاء حوائج الجميع، أن يغفر الله ويرحم موتاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يبارك لهم في دينهم. اللهم آمين. وأنا جاي أزرع النخل لدنيتي وآخرتي وولادي وجوزي. أول مرة أتبرع، برعت 3 نخلات ولقيت حاجة جميلة جدا. الرحلة كانت جميلة قوي، ونيجي مرة تاني وتالت، ربنا يتقبلها إن شاء الله يا رب. متبرعين كتير صمموا يزوروا بنفسهم وقف النخيل الخيري ويزرعوا نخلتهم بإيديهم. مؤسسة معروفة
وكل الشيوخ اللي فيها معروفين وعلى ثقة. وانا بصراحة لما جيت ما كنتش متخيلة ان هي تبقى حلوة قوي كده يعني. نبض الحياة ناس محترمة جدا، والطبيعة غير التلفزيون ووعده، وكانت رحلة جميلة جدا، وبنصح الشباب كلهم يعملوا حاجة زي كده لاخرتهم ان شاء الله. في الموسم السابع هنا في قلب الصحراء، وتحديدا في وقف النخيل الخيري اللي بترعاه مؤسسة نبض الحياة، جايين النهاردة عشان نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى زراعة المرحلة السابعة، ومعانا أهالينا من المتبرعين زي ما وعدناهم. ربنا سبحانه وتعالى بيتم علينا الخير ونوفي بوعدنا. دايما مؤسسة نبض الحياة شعارها الرئيس الوفاء بالوعد والعهد. وكل اللي زرع نخلته كان سعيد بوجوده في مشروع وقف النخيل الخيري، وسعيد أكتر بالنجاح الموجود على أرض الواقع. أنا جاي أعمل نخلتين ليا والجوزي وشجرتين زيتون يجعلوا في ميزان حسناتنا يا رب، وفعلاً النبض الحياة هي صدقة. أوعى حد ينسى نفسه، كبار صغار شباب أي حد أوعى ينسى نفسه، عشان دي صدقة جارية عليه، ما حاجاش هتنفعك في الدنيا، أهم حاجة الآخرة. اللي ملحقش يعمل يلحق يعمل، له النفس والأهل اللي ماتوا والموجودين والعايشين. أجمل يوم عندنا هنا في نبض الحياة لما تلاقي مساهم معانا ساهم بنخلة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، والله العظيم كمان بفدان. أيوة شفنا بعينينا على أرض الواقع ناس ساهمت معانا بفدان. عارف ده معناته إيه؟ معناته إن الرجل ده عنده ثقة وعنده مصداقية في نبض الحياة. المتبرعين اللي شرفونا استشعروا قد إيه الجهد والمصداقية اللي بتحرص عليها مؤسسة نبض الحياة في مشروع وقف النخيل الخيري. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. ما شاء الله الناس على مختلف الأعمار ومختلف المستويات. أيوة. والمرحلة السابعة. أيوة. يعني تمت بحمد الله. الحمد وفي لله. انتظار بقى إن شاء الله ابتدينا من النهاردة، من ابتدينا من زمان في استقبال إن شاء الله مشاركتكم في المرحلة الثامنة. والحاجات اللي أقف عندها وأبقى منبهرة إن في ناس لحد النهاردة ملهاش نصيب في وقف النخيل وبيشوفونا وأنا مستغربة. في ناس مشاركين في جميع المراحل حتى ما قبل الوقف. أيوة. اللي هو بتاع الواحات. أيوة. واحة الفرافرة من أيام وادي النطرون، وشارك في وادي النطرون والمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة. أيوة. وبيقولوا إن شاء الله هيكون لينا مشاركات في كل اللي جاي. أيوة. فاللي مستني إيه؟ ده أنت بتغرس بإيدك صداقتك الجارية اللي هتنفعك وأنت خلاص يعني. ربنا يديكوا العمر يا رب والصحة وطولة العمر بإذن الله. بس ليه أستنى لما أموت عشان حد من عيالي يفتكرني ويعمل لي صدقة؟ وعادة الدنيا بتلهي والمشاكل الحياة بتاخد الواحد. فتفسيرك إيه بقى للأذكياء؟ أنا عايز أقول الأذكياء اللي من أول مرحلة موجودين في كل مرحلة، وللي لسه مكسلين، اللي بيقولك طب استنى ما أشوف الطرح اللي هيطلع هيبيعوا المحصول ويصرفوه في أوجه فبيسوف. فتقول إيه دول وتقول إيه دول؟ دي اختبارات. آه دي اختبارات بقى. اختبار هل أنت بفضل الله عز وجل صدقت مع ربنا سبحانه وتعالى من أول صدقة ليك مع مؤسسة نبض الحياة لوجه الله سبحانه وتعالى، زي ما حضرتك ذكرتي من ساعة وادي النطرون للمرحلة الأولى للتانية للتالتة للرابعة للخامسة للسادسة للسبعة، ويا ترى هتستمر؟ ده اختبار وده سؤال. وبفضل الله عز وجل كتير من السادة المتصدقين بينجحوا فيه وبياخدوا فيه الدرجة النهائية بفضل ربنا عز وجل. أنا بس هاخد من التقرير كلام سيدنا الشيخ أحمد السوقي ربنا يرضى عنه يا رب، وهو في قلب الأرض وبيتكلم وبيبشرنا، بيقول لنا ان في متصدق تصدق بفدان. انا عايز اعرف ايه حالته وهو بيتصدق، حالته كانت عامله ازاي؟ اصل معلش انا كمتصدق بنخله عادي، نخله مش مشكله. طب اللي يتصدق بنخلتين ها 3 4 5، انما يتصدق بفدان لا. وفي ناس يا مولانا انا شفت اخت فاضله تصدقت، مش هي لوحدها. ايوه هي والجروب بتاعها. وصل
الوقف بتاعهم 75 نخلة أكتر من فدان. أيوة. كمان بس على مراحل. أيوة. بيجمعوا مع بعض كل مرحلة ليهم نصيب 15 نخلة 20 نخلة، فوصل مجموعهم ل 75. الحمد لله. شوف حضرتك بقى ده إيه، اختبارات دايمة. أنا بس بقول يعني هو ربنا هونها عليه إزاي؟ خدي بال حضرتك ده لو الإنسان وقف مع نفسه لحظة وهو بيتصدق والله ما يتصدق، هيقعد يفكر. الشيطان الشيطان هيدخله طبعا. ده بقى الاختبار التاني اللي حضرتك بتتكلمي عليه مع الناس اللي بتسوف، لا بكره لا بعده لا استنى لا شوف لا مش عارف ايه، كل دي وساوس للشيطان ووساوس للنفس عماله تتردد جوه نفسك. يا ترى الناس مؤسسه نبض الحياه دي هتصدق ولا لا؟ الحمد لله بنقول لحضرتك أيوة. انت متشكك في المرحله الاولى. أيوة. احنا وصلنا للثامنه الحمد لله، يعني من يوم 27 و28 ابريل 2024. أيوة. ومؤسسه نبض الحياه بتنادي الساده المتصدقين تعالى معانا، تعالى وشوف واغرس فسيلتك بايديك في ارض سهل قروين في الفرافره في الوادي الجديد. يا سلام على دي ارض يا استاذه نشوى، ارض كلها بركه، ارض كلها سعاده. يا سلام على كبار السن لما بيصروا ان هم يمشوا الرحله الجميله ديت والمتعبه، مش هكذب طبعا المتعبه، لان ساعات سفر كبيره جدا جدا، بس لما بيوصلوا المكان ويغرس فسيلته بايديه ويدعي ربنا سبحانه وتعالى للنيه اللي هو كان جاي بيها، يا ترى انا جارس النخله ديت لوالدي ولا لوالدتي؟ طب لنفسي؟ طب لابني ولا بنتي؟ طب لاخويا ولا لاختي؟ طب واحدة لقيتها بتتصدق لحماتها وبتغرس لحماتها بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي حماتها، زي ما شفنا في الفقرة اللي قبل دي كده، واحدة تقول لك حماتي ومش انا بقول اهو، تصدقي لوجه الله سبحانه وتعالى بنية ان ربنا يهديها لك واعتبريها امك بفضل الله عز وجل، وبقول للحما برضو اعتبريها بنتك. ايوه. واعملي يعني زي ما هي اهدتك صدقة انت برضو اهدي لها بفضل الله عز وجل صدقة ان ربنا يجعلها بنتك ويحنن قلبها عليك. لازم كده نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بقربان بحاجة جميلة، من عمل صالحا ده رب العالمين اللي قال، والحمد لله رب العالمين قدرنا بفضل الله نوصل للمرحلة السابعة، المرحلة الممتعة الجميلة جدا، بإشراف هندسي وكوادر هندسية فنية مختارة بعناية من قبل إدارة المؤسسة تحت قيادة دكتور عبد العزيز محمد رضا المدير التنفيذي للمؤسسة على أعلى مستوى، كوادر هندسية قاعدة هناك بتوصل الليل بالنهار على عين أنا ومرأة ومسمع من عيني أنا. المؤسسة قبل الزيارة ديت قعدت شهر بحاله ترتب للزيارة ديت علشان خاطر خوف على السادة المتصدقين، طب تأمين بفضل الله عز وجل، في تواصل مستمر مع السادة المتصدقين، يا ترى مين اللي هيطلع، يا ترى مين اللي هيغرس نخلته بايديه، مين اللي هيجي معانا، مين اللي هتتولى مؤسسة نبض الحياة غرس فسيلته مكانه لانه مش هيقدر يجي او حصل له عذر. بسم الله ما شاء الله مصداقية شغالين بها على أرض الواقع. ودايما كده يا أستاذة نشوى عندنا قاعدة في مؤسسة نبض الحياة بتقول العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح، هي الإدارة. أيوة. ودايما بقول الإدارة ومن رزق كل جمهور نبض الحياة إن في إدارة بتتقي الله الحمد لله، والإدارة بتوصل لنتائج فيها نجاح، والنجاح بيعم عليا كمتصدق وبيعم على المحتاجين في الدنيا وفي الآخرة. وفي طبعا في الدنيا طبعاً. وفي الآخرة. ولسه بنأكد ان باب الاشتراك مفتوح للمرحلة التامنة اللي ان شاء الله هتكون في اكتوبر تقريبا، فالهمة بقى وبلاش التسويف لان محدش ضامن. ايوه. ف يعني خليك النهاردة بلاش بكرة، طالما عندك طاقة تليفون على 15740 بيوصلك مندوب، عايز بقى نخلة 2-3 تلم اخواتك تلم اصحابك، نلم بعض في الخير اللي ينفعنا واحنا اللي محتاجين، ربنا مش محتاجنا. وسوفتوا كتير اللي لسه ما اشتركوش، اديكوا اهو اتاكدتوا في 7 مراحل كامله والنتائج بنشوفها، وحضرتك كمان هتشوفها، وحضرتك هتزرع بايدك يعني. والمره اللي بعدها في ناس مثلا بتروح تقول انا عايز اشوف نخلتي بتاعت المره اللي فاتت، بيروحوا نفس المكان بالرقم برقم النخله بيروح يشوف نخلته. فيلا الهمه 15740. هستأذن حضرتك نشوف تقرير تاني ونرجع نكمل كلامنا. وقف الزيتون المبارك بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها الاستثمار في الخير، وبفضل الله نجحنا في إنهاء زراعة المرحلة الثانية من وقف الزيتون على مساحة 50 فدان في سهل قروين بالفرافرة. اليوم الأول في وقف الزيتون المبارك المرحلة الثانية، شهدت المرحلة الثانية فرح ونجاح للمرحلة الأولى كمان
شفناها في عيون المتبرعين اللي شافوا البشاير بتاعة المرحلة الأولى بنفسهم اللي طالع فيها في وقف الزيتون المبارك. وده كان سبب غيرة كتير جدا من الناس اللي هم قرروا ان هم قبل ما يمشي يكون لهم نصيب في وقف الزيتون. يوم جديد وعلى عملنا شهيد وقف الزيتون المبارك في أرض البركات بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد اليوم فرحة عجيبة جدا بدعوات من أمهاتنا ومن أبائنا ومن إخواتنا. عشان كده احنا قررنا ننقل لحضراتكم الفرحة دي مصحوبة بدعوة للمرحلة الثالثة ان حضراتكم تكونوا شركاء معنا فيها بإذن الله تعالى. أول مرة جينا فعلا في مؤسسة نبض الحياة والحمد لله لقيت مصداقية تمام. أنا جيت زرعت شجرة زيتون لوالدي محمد نجيب وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. اليوم جميل جدا وجميع الناس اللي موجودة في المشروع والقائمين عليه كتر خيرهم. يوم جميل جدا 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 ومشروع ربنا يجعله في ميزان حسنات كل واحد شارك فيه. كل شجرة تمت زراعتها هتكون صدقة جارية لصاحبها تحقق له ثواب مستمر، وعائد كل شجرة هيصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة. الحمد لله رب العالمين وربنا تقبل منا والناس ما قصروش وربنا يجازيكوا عنا خير ويجعلكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. انا فرحانه بالرحله دي ورحله جميله والله العظيم، رحله كلها حسنات وكلها خير وربنا يزيد الناس كلها يا رب وتعمل كل خير ان شاء الله. ده اليوم الاول ولسه معانا يوم كمان ان شاء الله هتشوف الفرحه بتاعته عشان يكون ليكم نصيب في المرحله الثالثه. نبض الحياه بتعلن عن مرحله ثالثه لوقف الزيتون المبارك وبتفتح باب المساهمة لكل محب الخير. شكرا نبض الحياة. شكرا نبض الحياة. مع مؤسسة نبض الحياة خير ممتد وثواب كبير. ما شاء الله، شوف حضرتك كل الكلام الجميل اللي اتقال ده. انا وقفت عند اخر شط بتاع الطفلين الصغيرين. ايوه، اللي والدهم أو والدتهم الكريمة والكريم خدوهم معاهم عشان يعلموهم معنى صناعة الخير. طبعا أنا فرحان بيهم جدا ونفس المشهد ده أثر فيا دلوقتي. ليه بقى؟ لأن النبت الصغير ده أنا نفسي ينشأ على حب الخير وعلى حب الصدقة وعلى حب أن أنا أكون نافع وأكون مؤثر وأكون فاعل في المجتمع ويبقى لي فعلا كينونة ويبقى لي على أرض الواقع علامة تشهد لي في الدنيا ويوم القيامة ويبقى ثوابها جاري بفضل الله عز وجل. فنلاقي الشريك الثاني لوقف النخيل الخيري، وقف الزيتون المبارك، شريكين في أرض واحدة، أرض بركات، أرض كلها خير فعلا، أرض بفضل ربنا عز وجل بتنتج الخير الكثير. ليه؟ لأن كل واحد كان جاي كان صادق مع الله سبحانه وتعالى. فما بيزرع نخلته بإيديه ربنا سبحانه وتعالى بيزرع معها البركة فبتنمو النخلة. وسبحان الله زي ما حضرتك عارفة والسادة المتصدقين شافوا ان احنا شفنا العجايب في الارض الجميلة دي. ليه؟ لان احنا المفروض نشوف الانتاج بتاع ارض وقف النخيل الخيري يعني بعد فترة كبيرة من الزمن، 3 سنين 4 سنين، لا لان بعد سنتين ونص بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا اشارات مثبتات لكل إنسان فينا أن كملوا بفضل الله عز وجل في المشروع الأكثر من رائع ده. فاتجهنا كمان استجابة للسادة المتصدقين إلى وقف الزيتون المبارك، وده جبناه من القرآن الكريم لما ربنا قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يا سلام على وقف الزيتون المبارك، ده استجابة للسادة المتصدقين اللي قالوا احنا نفسنا نشارك في الوقف، نفسنا نشارك في حبس الأصل وتسبيل الثمرة. سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دي سنته، وعاوزين بفضل الله عز وجل يبقى لنا مشاركة. بس ولكن العين بصيرة والإيد قصيرة، فنفسنا توجدوا لنا مشروع جميل، مشروع رائع يستمر نفعه بفضل الله عز وجل. ما لقيناش احسن من وقف الزيتون المبارك اللي قيمه الشتله فيه يعني قليله جدا بالنسبه لمين؟ لوقف النخيل الخيري اللي بفضل من ربنا عز وجل انتاجه كمان بيكون سريع اسرع بيبقى على ارض الواقع، وياخد الزيتون ده ويتعصر بفضل الله عز وجل ويتاخد منه الذهب الاخضر الجميل اللي هو زيت الزيتون المبارك اللي بفضل من ربنا عز وجل عليه اقبال كبير جدا زي ما على
النخيل المجدول او التمر المجدول اكبر كبير جدا. ذكاء المؤسسه ان ما عندناش حجه الحمد لله. مش عايزين يحرموا كمان الناس اللي ظروفهم، انا معيش 5000 بس انا اقدر اوفر 1000، فمش هتتحرم، مش هتتحرم من الخير، ومش هتتحرم من تلال جبال الحسنات اللي ان شاء الله هتكون بنصيبك، لان زي ما قلت لحضراتكم دي صدقه جاريه الى ما بعد الحياه. وزيت الزيتون الحقيقه غالي جدا برضه، فده معناه ان ريع الشجره بتاعتك ان شاء الله ممكن تصرف على اوجه كتير جدا باذن الله تعالى يعني. يا سلام. بس النيه والانجاز والسرعه في عمل الخير. وبرضه وقف الزيتون مع وقف النخيل، وقف الزيتون المرحله هتبقى الثالثه اللي جايه. أيوة. احنا عملنا مرحلتين ودي اللي جايه ان شاء الله في شهر 10 هتبقى الثالثه، وهتبقى المرحله الثامنه لوقف النخيل. اللهم امين. فاللي عايز بقى والاثنين هيبقوا في نفس الوقت، انا ربنا مقدرني وعايز اعمل خير زياده يعم على مساكين او ناس محتاجين زياده، هشترك في وقف نخيل وشجره زيتون. عايز مثلا صك زيتون هشترك في 5 شجرات زيتون. مع ربنا كرمني كده ولميت اصحابي واخواتي ولاد خالتي وبتاع وعايزين 10 شجرات، فنبض الحياه في شجره هتبقى زياده هديه، ودول اللي هم ايه اللي نبض الحياه بتعملها او الاداره بتعملها، انها بتحاول على قد ما تقدر تدير اموالكم بشكل صحيح. فهي كمان اتفقت مع الناس اللي بياخدوا منهم الشتلات ان لو خدنا 10 هناخد 1 هديه، فدي من نصيب حضراتكم يعني، هم اشتغلوا لصالح حضراتكم برضه، ومش عايزين تاخير. وانا مش عايزه احكي لكم والله يعني، مش عايزه ادخل حياتي الشخصيه، بس انا بفضل الله مثلا لسه الاسبوع اللي فات ربنا نجاني من موت محقق يعني، عربيه ميكروباص مولانا خبطتني انا شخصيا. الناس انا مش شايفه انها خبطتني من ورا، وانا نازله من عربيتي ماشيه لقيت عربيه خبطتني فطيرتني بعيد. لا اله الا الله. وقعت في مجيه اسمه ايه ده موتوسيكل خبطني هو كمان، الناس شافوا، الناس مش مصدقين. انا والله العظيم ما جرى لي حاجه سبحان الله، غير عشان مبقاش كذابه شويه كدمات في ظهري، لان على ظهري شويه كدمات في ظهري مؤقل مني، بس اللي يتخبط الخبطتين دول ما يقومش سليم. سلامات مليارات الحمد لله. لا ده فضل الله ونعمه الله. الحمد لله. واول ما قمت من العرض بعد ما تقول سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله، لان انا مش مصدقه. هو ده المعروف. واللي واقفين يقولوا لي اللي يطلع من الموضوع ده بالشكل ده مش ده معجزه. الا امال ايه، مش حضرتك اكيد حضرتك جبرت بخطر حد. والله 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 ما أكيد. فاكره انا أكيد. بس دعوات امي بفضل الله عز وجل ودعوات ابويا الله يرحمه والصالحين يعني طبعا. كتير بيدعوا لحضرتك. ما اللي نجوني برضو قبل كده بفضل فكرة. الله بنعمه الله لما كان عندي كورونا ودعواتهم هي لو مني برضو. الحمد لله رب العالمين. ده صندوق جميل جدا انت بتحوشي فيه دعوات حلوه جدا. اسمه صندوق جبر الخواطر. يا سلام بقى اما انا اكبر بخاطر الايتام، واكبر بخاطر الناس اللي هم محتاجين مسجد، واكبر بخاطر الناس اللي محتاجين بيت تجميعي لمياه الامطار، واكبر بخاطر الناس اللي البنت اللي عايزه تتستر، والبيت اللي محتاج وصله ميه، وعيان في مستشفى دائم طول السنه، وحاجات كتيره جدا وانشطه من الجمال والخير مستمرة مع مواسنا الضحايا. سلاما ما اكبر بخاطر الناس ديت. ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. شوف انت كنت في خطر عظيم، عربية تخبطك من هنا والله يا مولانا إيه؟ أنا سبحان الحي يعني لو سجدت لله شكر طول العمر لله. من هنا الحمد لله ربنا نجاني من مرتين موت محقق. اللهم أنا 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 أيام الكورونا أنا برأي الدكاترة اللي كانوا بيعالجوني قالوا لي أنت داخلة ما فيش أمل، لان الاشعه بتاعت الرئه كانت الرئه كلها متليفه. ايوه. فسبحان الله يمكن هي سايبه اثرها لحد دلوقتي معايا، لكن ربنا نجاني زي ما حضرتك قلت بفضل الله طبعا وبدعوات الصالحين. ايوه والله. وتاني مره دي انا مش مصدقه. طب ما فيش يعني سبحان الله. لا صدقي بس شوفي ايه اللي بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. باكد على حضراتكم تاني 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه. ربنا بيدلنا على الطريق بلاش نتلكع. للاسف انا بشكر حضرتك الفقره خلصت. جزاك الله سترا بعدل جميل ما خلق. الله يكرم حضرتك واستنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبك. انا لازم اقول الفقره دي يا سعد يا هنايا ويسعدك يا هناكو، لأن الفقرة دي فيها أكابر مهنة الطب وأفاضل مهنة الطب الحقيقة على المستوى العلمي والعملي والإنساني، ودي الأهم.
متشرفين ومتبركين. ويعني عايزة أبتدي الفقرة بالشكر إن أنا عارفة جدا هؤلاء الأفاضل قد إيه مشغولين، لكن زي ما قلت لكم هم إنسانيا فضلهم كبير، وأول ما قلت لهم الناس بتبقى محتاجة حضراتكم فشرفونا، وإن شاء الله يعني يا رب يشرفونا دايما من غير ما نعطلهم بس عشان نستفيد منهم. فمن غير ترتيب كده بيشرفني دكتور سامي أنديل، استشاري أول علاج ألام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة، والمشرف العام على مركز قصر الشفاء لعلاج الألم. يا دكتور شرفتنا وأنستنا، وانت يعني مشرفنا دايما وفوق دماغنا، وإنسانيتك اللي بتسبق علمك يعني جزاك ربنا عنها كل خير. وبيشرفني كمان دكتور يوسف سراج الدين، استشاري جراحة العظام والكسور وعلاج الألم. ودكتور حضرتك برضو مشرفنا ومنورنا، شرف وكتر خيرك وربنا ينفعنا بعلمك، كتر ألف خيرك والله. معنا كمان دكتور أحمد شعبان، هو بيشرفنا لأول مرة، دكتور أحمد استشاري علاج الألم بمركز قصر الشفاء. أهلا بحضرتك، شرفتونا. أهلا، وحضرتك مشرفنا لأول مرة، وإن شاء الله تشرفونا دايما. وأنا في حضرة يعني وجودكم كده الواحد بيحس إنه ضئيل. وكتر خيركم للي بتعملوه في قصر الشفاء، ومركز بقى سمعته من أهم المراكز اللي بتبتغي كده وجه ربنا في علاجها للمرضى، واللي بفضل الله موجود في أكتر من محافظة تقريبا، في معظم محافظات مصر بالظبط. واحنا بقى صغيرنا وكبرنا مسألة الخشونة ومسألة ألم المفاصل وألم العظام وألم يعني احنا ما بقاش في حد لا يعاني يا فندم من المسألة دي. احنا كثقافة يعني شعب كده نقول لك ايه، خد لك شويه مسكن، فتفضل تاخد مسكن في مسكن في مسكن، فبدل ما بتدمر بس نروح نتعب فيقولوا لنا انتوا الكلى بتاعتكم باظت يعني جهاز ضئيل. طب هنعمل ايه؟ احنا جربنا ناس قالوا لنا عمليات وعملنا عمليات والدنيا باظت وعملنا كذا. عندكم الحل اللي باذن الله هو حل امن وعظيم ومتجرب بشهاده كل الناس اللي بيروحوا قصر الشفا واللي بيدعوا لكم واحد واحد. والله يا دكتور يعني مش بس بيدعوا لحضرتك، يدعوا لكل حد في كل مركز من محافظات مصر، ودايما حتى يقولوا دكتور سامي أنديل هو كأنه موجود في كل الأماكن. فاسمحوا لي أبدأ بدكتور سامي لأنه يعني إيه صاحب الفقرة وصاحب فضل على يعني مش هنسى أن أنا لجأت لحضرتك أكتر من حد غير قادر، وحضرتك يعني بفضل الله يعني ربنا يكرمك. طب إيه بقى نعمل إيه؟ العلاج إيه؟ والله بص، احنا عندنا في قصر الشفاء احنا متخصصين في علاج الالم، وعلاج الالم مقصود به الالم المزمن، والالم المزمن اشهر واكبر حاجات دايما المريض بيشتكي منها العظام والمفاصل والجهاز العصبي والحركي. ودايما بنقول ان انا طول ما انا ما عنديش الم نقص عليا حياتي او منعني من شغلي او بدا يخليني مش قادر حتى اقوم اصلي او اعمل وظيفتي العاديه او اروح التواليت او الحمام او اطلع اخدم نفسي او اعمل كوبايه الشاي دايما الستات الكبار او تخدم نفسها، هو ده اللي احنا بنتعامل معاه. انما في الاخر علاج الالم يتعامل بدون تدخل جراحي، ودي نقطه مهمه جدا. انت حضرتك دايما بتقرا يعني او يعني تقول الا في الحالات القصوى. لان دايما حتى معانا الدكتور يوسف دايما يقول الكلمه دي، الجراحه سكه اللي عاوده في الحالات اللي زي دي، مع انه حضرتك جراح في الاساس. لكن برضو ما بتحبش فكره الجراحه الا يعني في المراحل اللي هي يجب في مكانها المظبوط يا فندم. يعني ما فيش حد ما بيحبش الجراحة، لكن في مكانها المظبوط. احنا المشكلة في سوء الاختيار، يعني انا مش كل وجع هروح اعمل له عملية، مش كل ما اقول اي هروح اعمل عملية، لكن لو الالم اللي موجود عندي الحل الوحيد والمراجع العلمية قالت ان الحل الوحيد القائم هو الجراحة، احنا او الدكتور سامي بنوجه المريض ان هو يروح يعمل الجراحة. لكن دي نسبة لا تتجاوز 3 إلى 5% بس من المرضى هم اللي بيبقوا محتاجين الجراحة. لكن المشكلة ان احنا عندنا دايما ان ركبتي وجعتني يلا نعمل مفصل، ركبتي بتوجعني يلا نعمل منظار. طب هل الهدف من المفصل او المنظار ان انا هحل المشكلة حل نهائي؟ لا اطلاقا، بيبقى حل اختياره ما بيبقاش في مكانه المظبوط. فبيترتب عليه ان بعد ما بنعمل العملية الجراح بيقول لك انا عملت العملية مظبوطة جدا، طب انا لسه عندي وجع، طب روحي للدكاتره علاج الالم عشان يشيلوا لك الالم اللي ما بعد العمليه. يبقى كان الاختيار في الاول غير موفق. لكن احنا مش ضد الجراحه، لكن لو الجراحه في ميعادها وفي مكانها واختيارها صح
اكيد هيبقى اختيار صح، لكن المشكله في سوء اختيار الجراحه. احنا اي كلمه اي يبقى يلا عمليه، ده مش الصح طبعا. طب انا دكتور احمد بقى دلوقتي يا دكتور، ربنا ما يوريك الام العظام او المفاصل او الغضاريف، او بتبقى الام لا تحتمل، لان احيانا برضو الالم يقول لك ده وصل العصب. ازاي في الحاله دي اقدر اتعالج علاج بدون جراحه والنتيجه تبقى سحر؟ ده من خلال التدخلات المحدوده لعلاج الالم. احنا بنعمل تدخلات محدوده لعلاج الالم للمرضى دول بناء على اختيار المريض، يعني بنعمل فحص كلينيكي الاول للمريض، بنعمل اشعاعات، وبنحدد المريض اللي ممكن يستفيد من خدمات اللي هي علاج الالم المزمن. وغالبا المرضى دول بيبقى نسب تحسنهم من 70-80%، بيقل الوجع كتير جدا عن قبل الموضوع دوت. بيحصل تغيرات فعلا في المفصل او في اسفل الظهر، بيحصل انزلاق غضروفي او عرق النسا زي ما بيقولوا، بيبدا يعمل الم للمريض وبيوصل فعلا ممكن يوصل للاعصاب في بعض المراحل. ده بيجي مع العلاج الدوائي والتدخلات المحدوده لعلاج الالم. الهدف النهائي ان احنا نساعد المريض ان هو يقوم بالمهام الحيويه بتاعته، او ان هو يقدر يمارس مهامه اليوميه بدون الم. ايوه، فده بدون جراحه زي ما دكاترتنا الافاضل في بعض المرضى اساسا ما بيبقاش نافع لهم الجراحه، او ما يقدروش يستحملوا العمليات او البنج او السن كبر. السن كبر، التغيرات دي كلها بتفرق جدا في لياقه المريض للعمليه الجراحيه، فاحنا بنتجه للتدخلات المحدوده لعلاج الالم، ودي بتفرق بنسبه كبيره مع المرضى الحمد لله. طب دكتور هرجع لك تاني، احنا شفنا بقى والناس كلهم شافوا معانا في مركز قصر الشفا ناس كانوا بيقوموا يتنططوا، يقول لك بص انا كنت جاي بتسند وبيشيلوني وبيمشوني على كرسي، بص انا اهو انا بتحرك، ويفضلوا يتحركوا ويدبدبوا عيني بفرحه وفي وجود حضرتك، وانت بحس ان انت كأن ده انتصار بالنسبه لك. طبعا يعني شفاء المريض ودعوه منه دي بالدنيا كلها، واحنا الحمد لله رب العالمين عندنا حاطين بروتوكولات لعلاج الالام الجهاز العصبي والحركي والمفصلي لكل المرضى. كل مريض لما زي ما دكتور احمد دكتور بيقول بنفحصه كلينيكيا، نشوف اشعاعاته، نشوف تحاليله، نقيمه معانا استشاري بطنه وامراض كلى المريض، يتسال عندك لا قدر الله. ده الجديد ده اللي حضرتك قلناه قبل، ان بقى في المراكز عند حضراتكم في مراكز قصر الشفاء في كل المحافظات حاليا دلوقتي في القاهره. القاهرة بس لان برضو الانتقال الستاف وكده، بس ان شاء الله هنعملها ان شاء الله. احنا يعني ان شاء الله هنعمل. بس احنا بروتوكول العلاج عشان برضو اطمن الناس، العلاج بدون الم في قصر الشفا في اي مركز من المراكز في اي محافظه بما فيهم القاهره هو نفس سيستم العلاج. طبعا. انت مش بتتعامل مع شخص، انت بتتعامل مع سيستم واداره فكره علاج الالم، عشان برضو طبعا اكيد بدل ما تتشحططوا من محافظاتكم للقاهره خالص. عندك هو فاحنا دي بروتوكولات طبيه محطوطه معروفه وكل يوم فيها جديد. فبروتوكول علاج خشونه الركبتين بعد ما المريض يتفحص ونشوف كل حاجه ونقيمه ونشوف ضغطه وسكره ونعرف كل حاجه عنه، درجه الخشونه اللي عندك من الاشعه ومن الفحص وتتناسب مع درجه الاشعه اللي جايبها، لان بعض الناس يقول لك الاشعه دي قديمه، انا بفحص اقول له لا الدنيا اتغيرت. بعض الحالات بتبقى الاشعه مرعبه، نفحص المريض نلاقي فيه حاجه احسن. فهي ايه بيتحطوا البروتوكولو حقن مثلا خشونه الركبتين، له بروتوكول علاج خشونه الركبتين باستخدام البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه ومشتقاتها ومساعدتها. المريض بيتقال له انت هتعمل من 3-4 جلسات عشان درجه خشونتك درجه الثالثه او درجه الرابعه. التزام جدا جدا ان احنا بفهم المريض ان لازم تعمل الكورس، وكمان لازم تتابعنا علشان لو حصل اي ديفيشن او اي اختلاف او اي حاجه عن الطريق الصح ناخده بدري. عشان كده المريض لازم بيتابعنا واتساب وعلى اتصال دائما. المريض له زياره شهريه عندنا، كمان المريض كل مره بيجي جايب تحاليل يعني معينه. يعني له زياره شهريه؟ هل هي لازم يجي عشان الكورس زياره فقط؟ ما حضرتك عارفي انا شخص اتعودت من حضرتك، انا اسف ان انا بحرجك. لا خالص يعني احنا اتعودنا من قصر الشفا ومن حضرتك تحديدا يعني على عروض، لو عايز ناجل العروض شويه. لا لا هنخليها زي ما هي اللي احنا اتفقنا مع حضرتك عليها في رمضان، هي مكمله بعد رمضان الحمد لله رب العالمين لحد النهارده. لحد النهارده يعني الموضوع هنعيدها بقى، هنعيدها بالتفصيل عشان ايه. احنا الحمد لله رب العالمين المريض له كشف اول مره، من خلال هذا الكشف في كشف بطنه ويشوف السكر والضغط ده في القاهره، فيدخل لدكتوره البطنه. كل ده من خلال الكشف الاولاني بس، وما فيش كشف تاني خالص ولا استشاره. لو جه 10-15 مره مفيش عندنا. لا ثانيه واحده، اللي بعد كده الزيارات اللي بعد كده مفيش كشف تاني ولا استشاره؟ لا ولا خالص. في ناس بتاخد نص كشف والله العظيم، في ناس بتاخد نص في استشارات او الناس بتعملها، انما احنا الحمد لله لحد دلوقتي ما ببلاش.
في كل المحافظات ما اسمهاش ببلاش، احنا دي حاجه بتاعت ربنا لا يعني معلش عشان اتاكد في كل المحافظات في كل المحافظات. الدكتور احمد جاي النهارده اهوت من زياره، يعني جاي من زياره علينا والله. انت يعني كنت في المنوفيه يعني ما شاء الله مجهود. انا والله فوجئت ان هو جاي من زياره صعبه عليا يعني، لانه لا بس والله احنا اسفين ان احنا يعني ازعجنا حضرتك، بس انتوا اساسا يعني ربنا هو اللي قدام عينيكم، وانتوا بتيجوا اساسا لمساعده الناس، لان فكره الخشونه دي فكره مرعبه، وفكره الجراحه. طب يا دكتور بما ان حضرتك جراح، ما في بعض زملاء لحضرتك يعني برضو يعني ربنا طبعا يا رب يكتر من امثالكم، اول ما مريض يقول له لا انت لازم تغير مفصل الركبه ده بايظ ومش هينفع، وبرضو مهما كان، ولا انا ايه بتكلم عواطي يعني المفصل بتاع ربنا احسن ولا ايه بالظبط؟ عندنا يا فندم حالات كتيره موجوده لما المريض بيروح دايما بيبدا بمفصل واحد. المريض بيبقى موجود عندنا في المراكز دلوقتي بيجي يتابع عندنا عدد كبير مش قليل، اقول لحضرتك انه عامل المفصل الصناعي في ركبه وبيعمل الحقن او علاج الالم في الركبه الثانيه. دايما بيبقى السؤال بتاعه طب المفصل دلوقتي تعبني اقدر احقنه بلازما؟ الصناعي يعني المفصل الصناعي هو دلوقتي خلاص المفصل الطبيعي بتاع ربنا بعد ما اخذ الجلسات وتابع معانا بدات المفصل تتحسن، فبقى عنده المشكله ان المفصل الصناعي اللي مركبه بقى فيه الم. يا جماعه يا جماعه بلاش تسرع والنبي، ويعني لاخر نفس حاجات ربنا اللي خلقها فينا، لو مش مضطرين اضطرار جذري ان يتغير مفصل، ما هي مقصر الشفا هو موجود. جرب يعني فكره الفتح والشيل والحط دي يعني ما جاتش على انك تروح تساعد نفسك وتشوف. جرب حقن البلازما، لانه بس حقن البلازما مش مجرد انه بيعالج الم، ده بيساعد في اعاده تكوين الغضاريف. وفكره البلازما دي زي ما الدكاتره برضو هيشرحوا لنا، بس بعد ما نشوف التقرير يعني ايه فكره الحقن بالبلازما، البلازما دي يعني ايه، فهتلاقي انها منك فيك من جسمك مش حاجه صناعيه. ارجوكم ما تتسرعوش، وارجوكم نحب نفسنا، نحب نفسنا ومش اخسر حاجه. زياره للمركز وبيقول لك بعد كده كل استشاره مجانا من ببلاش، فيعني يا سعدنا يا هنانا. هستاذن حضراتكم نشوف التقرير بعد اذن حضرتك، ونرجع ان شاء الله نكمل كلامنا، وربنا يشفيكم جميعا، وحبوا نفسكم، والعلاج والعلم ربنا بيطوره علشان مصلحتنا، يبقى نستفيد ونستغل. نشوف التقرير ونرجع مع الاساتذه الافاضل دكاترتنا اللي مشرفينا في الاستوديو. هي هتقول لكم بالانجليزي عملت ايه وحاسب ايه، وانا هترجم لكم للعلاج. You can speak with the people. When I first got here I couldn't, my knee was bone against bone and the pain was so hard to walk on, I had to even use the walker to walk. And when I came they gave me an injection, I guess to numb my knee, and then the plasma. As soon as I got up, I could walk, and I walked all the way to my car, and no pain at all. And I had to exercise every day, and I had to walk, you know, at least, well, the doctor told me anywhere from an hour to 2 hours, but I walked 2 hours, and I was so happy to walk. The first time I got my shot, I was able to walk. طب ما جاش بتمشي خالص، سعيده الحمد لله بتمشي. طيب most people must be try to ask about what you was the injection very painful. Not is no pain at all. The injections was easy. Fast. No pain. رحت لكذا دكتور وهو يقول لي يعني لو ما تعالجتيش هيبقى في تغيير مفصل. فانا شفت الاعلان بتاع الدكتور سامي على الفيسبوك وعلى التلفزيون وفي البرامج، فتشجعت ان انا اجي. فبصراحه يعني لقيت في جيلاتين اللي هي وفي اكسجين نشط وفي بلازما، فانا اتشجعت وجيت حجزت، والحمد لله يعني انا كشفت، والدكتور قال لي عندك خشونه من درجه ثالثه، والحمد لله حقنت. ونشكر ربنا كتير. اول يوم كان الحقن طبعا علشان اول يوم كان صعب قوي، لكن تاني يوم لقيت نفسي بمشي حلو قوي وبدوس على ركبتي والحمد لله. وانصح كل حد يجي يعني يكشف ويضحي، هو مش كلام تلفزيون، هو كلام حقيقي وفعلا عن تجربه، ودي شهاده وانا بشهدها امام ربنا وانا اتحاسب عليها. وانصح كل حد يجي يجازف، لان احنا كشفنا كتير ودفعنا فلوس كتير والمعده تعبت كتير،
لكن نشكر ربنا البلازما والاكسجين النشط والجيلاتين الحمد لله جابوا نتيجه معايا من اول جلسه. يعني نشكر ربنا كتير كتير كتير، ونشكر الدكتور سامي على تعبه وعلى الاستاف وعلى الفريق الطبي وعلى كل المتشاركين في المركز، مركز قصر الشفا. انا عملت حجامه وعملت حاجات كتير، مفيش مرهم ما حطتوش على 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 ركبتي. وبعدين قالوا لي لازم ايه نغير نفس، قلت لهم لا انا ما احبش النفس، بقالي كتير بقالي بتاع 10 سنين وانا عاني من ركبتي. اول ما شفت دكتور سامي في التلفزيون قلت اروح واجرب، الحمد لله ده يعني بياخد منه وبيديني، مش حاجه غريبه ولا اي حاجه. فجيت ما شاء الله اخذت من سنه الجرعه ثلاث مرات، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. فجيت رمضان ده الحمد لله رب العالمين شفت الاعلان يعني في حاجات حديثه وكويسه يضيفها تاني دكتور سامي، الله يكرمه ويرضى عنا اللهم امين. فانا جيت في قصر الشفا هنا وادين الحمد لله خدت اول جرعه، وبعد شهر هاجي الجرعه الثانيه، والله العظيم الحمد لله يا رب العالمين. المشكله عندي كانت رجليا جالي خشونه في الركبه، ورحت الدكتور عظام واداني علاج امشي عليه شهرين، انا شهرين انا رجليا تعبانه مش قادر امشي. بنت عمي كانت بتاخد دي عند الدكتور اسامه هنا، وقالت لي لا ده في يديك اللي يعمل معاك ايه من البلازما ويديك الحقن والكلام ده هتبقى كويس. فجيت من اول ما جيت اخذت الحقن، حتى كنت طالع السلم مش قادر اطلع، اخذت الحقن اللي هو عملها بالبلازما والعلاج. من اول ما خارج من الاوضه نزلت على السلم زي الفل، وحتى ما مسكتش في الترابزين. الحقنه الثانيه الحمد لله رب العالمين خلتني احسن من الاول يجي 100 مره، يعني حتى كنت بمشي واطلع السلم وانزل والحمد لله زي الفل، الحمد لله رب العالمين. ده طبعا بالاضافه ان انا ما كنت اجي انام بالليل، انام على جنبي ما بعرفش انام على جنبي، دلوقتي بقيت اتقلب براحتي وانام براحتي الحمد لله ما شاء الله. ربنا يا رب يكرمه لما هو ريحنا من التعب اللي احنا كنا فيه يا رب. دي تقارير تفرح القلب كده وتدي الواحد طاقه انه يقوم يتنطط. بس هل بقى العظيم احنا وصلنا للعالميه؟ بقوا الامريكان يجوا يتعالجوا في مركز قصر الشفا. دكتور يوسف حقنا الله اكبر ثلاث مرات، وانا كانت المره الرابعه هي سعيده جدا، وانا فوجئت ان هي قالوا لي، انا ما كنتش اعرف لان ما شاء الله بدات مع الدكتور يوسف وانا الجرعه الرابعه بتاعتها كانت عندي، فبتكلم معاها لقيتها امريكيه امريكيه بقى زي ما نقول، وهم عارفين الحاجات دي كويس جدا والحمد لله رب العالمين. استفادت قوي وبتكلم ناس كتير بفضل الله، يعني انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي يعني انا عندنا الحمد لله رب العالمين ناس من النمسا ومن المانيا وناس كتير بفضل الله. امبارح عندنا ناس من الامارات وكل الدول العربيه، ده معنى. وانا كان عندي كايلي امبارح جواب من نقيب اطباء اليمن بعت لي دكتور زميل دكتور بطنه. فالحمد لله رب العالمين، هي الفكره ان هو الراجل كاتب كده ان حضرتك متخصصون في علاج الام المفاصل بالاحدث الطرق البلازما. نقيب اطباء في اليمن عارف فباعت، عشان احنا الحمد لله رب العالمين الامكانيات مساعدانا كمان، دي برضو نقطه كويسه للاطباء. انا لو معيش اطباء كويسين هم احسن مني وهم بيشتغلوا بيساعدوني جدا. طب انا هرجع لحضرتك تاني، لان الاقبال العظيم ده طبعا اكيد لان في نتيجه المريض بيحس بيها، وكمان عشان في عروض عظيمه بتدلل ان مركز قصر الشفا فعلا مش هدفه الربح، قدم هدفه مساعده حضراتكم بالذات من كبار السن اللي ظروفهم يعني ربنا يعين الجميع. هرجع لحضرتك تاني عشان تقولي العرض تاني عشان متسجل اهو. طيب دكتور بعد اذن حضرتك، في اشياء اخرى مع البلازما؟ الاول عرفني البلازما دي بشكل سريع، وايه الاضافات الحديثه بقى اللي بيتم حقنها مع البلازما؟ البلازما دي ان احنا بنسحب عينه من المريض بنطلع حاجه اسمها البلازما الغنيه بالصفائح. البلازما الغنيه بالصفائح عادي من الايد عادي من الدم من الدم بنسحب عين الدم وبنفصلها بطريقه معينه بنطلع البلازما الغنيه بالصفائح. هو الجزء المسؤول في الجسم عن اعاده التئام الجروح. دوت بيتحقن بوضع مركز، يعني بيتركز بعد كده بيتحقن في قلب المفصل جوه المفصل. فده الهدف منه، ان هو بيساعد في تقليل التهابات المفصل، بيساعد على اعاده بناء المفصل، بيساعد على ان هو يقلل الالم، بيقوم بدور الماده الملينه فبيقلل الاحتكاك والخبط بتاع المفصل. ده بالنسبه لي البلازما الغنيه بالصفائح. تمام. بنضيف عليها بقى على حسب حاله المريض، يعني كل مريض على حسب الحاله الطبيه. دي مش حاجه اللي هو ثابته، كل واحد حسب المرحله اللي وصل لها. على حسب المرحله اللي هو فيها. يبقى احسن لي كمان يا دكتور برضه اوضح بمفهومي كده، ان كل ما كنت بدري
كل ما رحت بدري وانا مجرد بس بحاسس، لان كلنا بعد، احنا كلنا بعد 45 50 على طول يعني الدنيا بتبوظ يعني. فبدل ما استنى لما المساله تتفاقم فابقى محتاجه بروتوكول زمنه اطول والاضافات اكتر وبالاكيد التكلفه هتزيد عليا، لا ما انا اروح من الاول حافظ. ولا انا بقول غلط يا دكتور؟ لا صح صح، المراحل الاولى من الخشونه اظهرت نتائج احسن بكتير جدا من المراحل المتاخره في التعامل من خلال الالم المزمن. المراحل المتقدمه بتحتاج مع البلازما ممكن نعمل تردد حراري للاعصاب، تردد حراري بنعمل زي اعاده تغليف للعصب اللي هو بينقل اشارات الالم بتاعه مفصل الركبه، فدوت بيقلل الالم كتير جدا وبيقلل احساس الالم عند المرضى. بنضيف مواد الجيلاتينيه او حقن الملينه الهيالورونيك اسيد، ده برضو بيتحقن جوه المفصل فبيقلل الالم من خلال انه بيقلل الخبط والاحتكاك داخل المفصل. كل دي بتحدد على حسب حاله المريض. يعني على حسب حاله المريض بنبدا ان احنا نختار. طب ما الكلام اللي حضرتك شرحته يحسسني ان احنا هناخد مثلا 7-8 ساعات في الجلسه. لا 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 ان احنا بناخد ونفصل. لا احنا بنحدد. انت بتشرح لنا احنا كده بس انا بقول إيه؟ ليه بطمن حضراتكم المساله اسرع من كده بكتير. بس دكتور يعني لانه في دكاتره يقول لك احنا ما تعالى تعالج ما انت مالك هشرح لك ليه. لا انت عشان تبقى فاهم ان انت ما فيش دواء كيمياء بتاخده يبوظ لك كلتك، ومسكنات ما فيهاش اي علاج والعلاجات بتبقى يعني، لكن دي اسرع واحدث على مستوى العالم كله. بدليل احنا شفنا اجانب هم بقوا الحمد لله يزورونا يتعالجوا عندنا في قصر الشفاء يعني. فكل دكتور بيشرحه ده زمن الشرح مش هياخد يعني زمن كبير. لا الاجراءات نفسها او الكشف الطبي بيتم هو ده اكتر حاجه، لان انت لازم تقعد مع المريض اطول وقت ممكن عشان تحدد مرحله الكشف الطبي. بتحدد حالته بالظبط وبتشرح له الاجراءات اللي انت هتقوم بيها وبتفهمه انت هتمشي ازاي معاه او كده، او المتابعات او كده، كل حاجه بتفهمها له من خلال الفحص الاولي. ويفهم برضو نسب التحسن بتاعته، ويفهم برضو حالته الصحيه عامله ازاي، وتحديد العوامل كلها بتاعه المريض، لان كل مريض بيختلف عن التاني. طيب. انا عندي مشكله دلوقتي ان انا الوقت خلص وعندي لسه تقرير فهذيعه، وبحرجكم بقى حضراتكم اهو على الهواء، انتوا لسه موجودين معنا مره تانية. حاضر لو سمحت. ماشي لو سمحت ان شاء الله. خدت وعد عشان ايه لازم نحرج كده على طول. العرض طيب العرض، طب نقول العرض بسرعه جدا. لا بسرعه بسرعه. العرض حضرتك احنا بدانا معاك من خلالك انت، ان احنا في 2023 كنا بنعمل الجلسه الاولى المريض بيدفعها والثانيه مجاني، وبعد كده الثالثه بتدفعها والرابعه مجاني. احنا مع حضرتك برضو في 24 وفي رمضان عملنا ان احنا مع الجلسه الاولى بقينا نضيف ماده جيلاتينيه. طيب. مجاني. انا هرجع تاني بص حضرتك جاي لي تاني عروض عظيمه جدا جدا هنقولها تاني في الحلقه الجايه، بس هنروح للتقرير دلوقتي وانا هقول لكم باي باي، واستنوني ان شاء الله على قناتنا وبنت البلد. انا كانت يعني عندي خشونه في المفصل قدمي وكان تعبني حقيقي، يعني كان بيتعبني في كل الاحيان، وطبعا عايش على المسكنات والحاجات المعروفه والكريمات والدهانات والى اخره، الى ان علمت من اخويا وصديقي وحبيبي نجم العالم العربي امير الطرب اخويا وصديقي هاني شاكر، عرفت انه هو جه للدكتور سامي وتم علاجه بطريقه عظيمه جدا، وهو نفسه اعلن ده انه هو لم يحس بشيء ولم يضر بشيء، بل بالعكس بقى يشكر الدكتور سامي الى اقصى درجه. فده طبعا اللي خلاني لجأت للدكتور سامي، وحقيقي من اول مره تم لقائي بالدكتور سامي استقباله الجميل واستقباله العظيم للمريض خففني، حسيت ان انا بتعامل مع صديقي، بتعامل مع انسان بالنسبه لي اخ وحبيب وصديق مش طبيب هيعالجني، يعني حسيت اني خفيت، واستقبلني استقبال عظيم جدا وابتدى فعلا يجري كل الاجراءات الطبيه اللازمه، ومن اول جلسه حسيت بتحسن اللهم لك الحمد والشكر، وحسيت باني يعني لا غير الاول خالص يعني. تاني جلسه بقى طبعا برضو نفس الشيء، عايز اقول حاجه يعني مش مساله الجلسه ولا استقبال الدكتور سامي المريض، دي حاجه حاله فريده من نوعها. والنهارده انا بعمل الجلسه الثالثه وحاسس ان انا مش محتاجها يعني، بس انما الكورس بتاع الدكتور سامي قلت لازم اكمله، انما هو رجل اصلح الله يعني حاله وربنا يصلح ما بيده وما يقوم به من انسانيات وخدمات وعلاج وحاجات كتير قوي عايز اقولها، بيعجز لساني عن شرحي عن الدكتور سامي قنديل، ربنا يوفقه.